انتصار الثورة السودانية العظيمة التقت كافة أطراف الفترة الانتقالية الشركاء من مجلس السيادة بمكونيه العسكري والمدني ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير على أعلى وأرفع المستويات، وانخرطوا في مشاورات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل الوقوف على المسار والأوضاع العامة للبلاد، الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي نتفق جميعا بأنها لا ترضينا، وتم الاتفاق على تصحيح المسار من أجل تحقيق أهداف الثورة وطموحات شعبنا العظيم. فلعلكم سمعتم بمصفوفة المهام التي تم إعدادها من قبل هذه الشركاء الثلاث، وفي ظل هذه المصفوفة من بين الآليات آلية اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية برئاسة مناوبة من السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان الدقلو، ومن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء رئيسا مناوبا. انعقدت اللجنة العليا للطوارئ أول اجتماع اليوم، ونظرت في المهام الموكلة لها، وبعد الفحص واستعراض مجمل الأوضاع والمهام الموكلة للجنة تم الاتفاق على مجموعة من فرق عمل حسب اختصاص كل فريق عمل، بما في ذلك موضوع معاش الناس. فريق عمل تقدم بتصورات قابلة للإنفاذ وقابلة لقياس الأداء اللجنة نفسها خلال من الآن حتى يوم السبت، أخذين في الاعتبار طبعا موضوع الإغلاق الكامل. فريق معني بالنقل والميناء أو الموانئ، وفرق أخرى معنية بولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك مختلف الشركات العامة وقطاع المصرفي، موضوع التهريب والجرائم الاقتصادية، وهكذا العديد من موضوع الذهب، قضايا السلع التي لدينا لدى السودان، الميزة التفضيلية، الزراعة، الثروة الحيوانية وغيرها. وحقيقة أنا سعيد بهذه المناسبة، ويشرفني أن أترك المجال وأقدم السيد رئيس اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية والسيد الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الاقتصادية. شكرا جزيلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الذكرى الأولى لانتصار الثورة السودانية، ثورة ديسمبر المجيدة، تم تشكيل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، والتي التأم شملها مساء اليوم كما ذكر الأخ عمر منيس. كانت فرصة جميلة للتفاكر حول الأزمة الاقتصادية التي يعيشها شعبنا. هذه الثورة جاءت لتعالج هذه القضايا، قضايا المعيشة، الأزمات، كل جوانبها. نحن
نقدر ونعيش مع شعبنا أزمات المرتبطة بصفوف البنزين والرغيف وما إلى ذلك. طموح هذه الثورة تعالج هذه القضايا، لكن كما تعلمون نحن ورثنا تركة مثقلة لثلاثين عاما لكننا واثقين من قدرات شعبنا، ومن عملنا مع بعض سوف نتمكن من اجتياز هذه الأزمة. جاء تشكيل هذه اللجنة من المكونات الثلاثة لقيادة الفترة الانتقالية: قوى الحرية والتغيير، المجلس السيادي، والمكون التنفيذي مجلس الوزراء. هي تعبير حقيقي عن هذه الشراكة وعن الإحساس المشترك لهذه القيادة، فإننا مع بعض نستطيع أن نعالج هذه التحديات ونهزمها. طبعا زي ما شايفين إن هذه الأزمات تامة في ظروف بالغة التعقيد، بلدنا والعالم أجمع بيعيش ظروف هذه الكارثة اللعينة الكورونا، كأنه نحن ما عندنا مشاكل كفاية يجي علينا هذا الوباء اللعين، لكن بكل تأكيد مع شعوب العالم الأخرى سوف نهزمهم وسوف نعبر. نحن بلد غني بالموارد، لو أحسنت إدارتها نستطيع أن نرفد العالم وشعبنا بكل ما هو خير وجميل. باعتقادي هذه بداية لتصحيح المسار. نحن أخذنا في حكومة الفترة الانتقالية زهاء 6-7 شهور واجهنا فيها الكثير من التحديات، لكن بكل تأكيد برضو أدتنا فرصة تعرف على القضايا بشكل أحسن، وأدتنا الإمكانية في أنه نقدر نخطط بطريقة أحسن ومعتمدين على قدرات شعبنا، الشعب الذي صنع هذه الثورة العظيمة قادر على تحدي هذه الصعاب ومعالجتها. اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أتاح فرصة للتفاكر بشكل عميق. احنا اجتماعنا استمر لأكثر من 4 ساعات، تفاكرنا في كل التحديات سواء كانت التحديات المرتبطة بالمعيشة وتوفير السلع الاستراتيجية، حصائل الصادر من الذهب والثروة الحيوانية وغيره، تحديات التهريب والتجنيد إلى آخره، القضايا المرتبطة بالأمن والتشريعات، التحديات المرتبطة بالمواني والترحيل، المشاكل المواجهانا في بورسودان. تفكرنا في شركات القطاع العام، كل الشركات، إصلاح النظام المصرفي وقطاع الاتصالات، ولاية وزارة المالية على المال العام، وكل هذه القضايا أعتقد دي خطت لبنات صلبة، لأننا عملنا مع بعض في هذه اللجنة نستطيع في فترة وجيزة جدا إننا ننجز الكثير في معالجة هذه الأزمة. شكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. أولا التحية بمرور عام لثورتنا المجيدة، التحية لشهداء الثورة السودانية من المدنيين والعسكريين وأمهات الشهداء وأسر الشهداء، والتحية والتجلة للشعب السوداني الصابر على كل الأزمات والمرارات والمحن. أيضا العالم الآن يمر بأزمة غير مسبوقة من عدو فتاك حصد آلاف الأرواح، وندعو الله أن يرفع هذا البلاء من كل العالم. بجانب الوباء نحن في السودان نعيش أزمة اقتصادية خانقة تحتاج منا لوحدة الصف وتضافر الجهود ونبذ الجهوية والعنصرية، ونغف الآن بعد عدد من الاجتماعات المكثفة توصلنا لتشكيل اللجنة الاقتصادية العليا من المكونات الثلاثة، والتي من أهم واجباتها العمل على حل القضايا المعيشية الخانقة بتوفير السلع الضرورية وإنقاذ الموسم الزراعي والنهوض بالاقتصاد السوداني. وعشان نعمل الكلام ده كله، وقبل ما نرجع للآخرين من الأشقاء والأصدقاء، نسأل نفسنا نحن كسودانيين عملنا شنو للبلد؟ ربنا حبانا بموارد طبيعية كثيرة، لازم نتحمل مسؤوليتنا ونعمل مع بعض بإخلاص وتجرد لتجاوز الأزمة والنهضة ببلدنا. ويا أخواننا ده نفير، الشيء اللي احنا قمنا فوقه ده نفير وفزع، وما دايرين زول يدس لنا المحافير عشان ما نفتش برانا. ورسالتنا لتجار العملة والذهب ومهربي السلع الأساسية أن يحسوا بروح المسؤولية الوطنية، وبرضو الداعم الأساسي لنا هم رجال الأعمال الوطنيين والخيرين، ونناشد الشعب السوداني بالتكاتف حتى نخرج لبر الأمان، وإن شاء الله نطمن الشعب السوداني في الغريب العاجل، نتجاوز هذه المحنة في أكثر قوة ومنعة لسودان الحبيب. وقبل الختام نشير لجزئية لمروجي الفتن، نحن كقوات نظامية قوات مسلحة بكل مكوناتها على قلب رجل واحد، القوات المسلحة هي الدعم السريع، والدعم السريع هو القوات المسلحة. همنا واحد هو البلد. وفي الختام رسالتنا لمهربي السلع الاستراتيجية، أوقفوا التهريب، أوقفوا التهريب، أوقفوا التهريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.